خيار الكيلو ب 14 جنيه، الزيتون ب 16 جنيه، البصل ب 10 جنيه، الليمون ب 10 جنيه، كل حاجة ضاق اتنين. يعني السنة اللي فاتت كنا بنبيع الليمون ب 5 جنيه، السنة دي ب 10 جنيه، الزيتون الأخضر كان ب 8 جنيه، السنة دي ب 16 جنيه، كل حاجة لا 100%. الزبون اللي بيخش في الايام العاديه بيبقى داخل ومتعصب بسبب الاسعار، بيشتري بيبقى مجبر ان هو يشتري، مش بيشتري كاساسيات. يعني كل الناس كلها بتفطر جبنه دلوقتي، ما بيخشش الزبون الا عايز حاجه بسبب ارتفاع الاسعار.